السلام عليكم. المحاضرة الثانية في الجزء الخاص بالنص الثاني من الترم. المحاضرة ديت هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو الإدارة الاستراتيجية وإدارة المعرفة بالمنظمة. طبيعة المنظمات المعاصرة حاليا لها طبيعتين، منظمة الأعمال حاليا هي منظمة حية، بمعنى أنها بتتوفر لها صفات الكائن الحي، يعني الاستمرارية، منظمة عايشة، منظمة تعمل كأنها مستمرة طول العمر. أيضا صفة أخرى للمنظمات المعاصرة، وهي أنها تتعلم باستمرار. فالمنظمة أصبحت كائن متعلم. طيب التعلم ده هيعتمد على إيه؟ هيعتمد على المعرفة. وبالتالي هنلاقي إن إدارة المعرفة بتلعب دور هام جدا في تعلم المنظمة، لدرجة إن احنا دلوقتي في منظمات بنسميها learning organization، يعني المنظمات المتعلمة. فتعالوا نشوف العناصر الأساسية والأدوات الأساسية بتاعت إدارة المعرفة داخل المنظمة. أول حاجة عندنا ماهية إدارة المعرفة. يعني إيه إدارة معرفة؟ طب ما تيجي الأول نشوف يعني إيه معرفة. طب أقول لكم على حاجة، عندنا ثلاث مصطلحات: علم، معرفة، معلومات. هل الثلاثة دول حاجة واحدة؟ يعني نقدر نقول كده العلم هو المعرفة هو المعلومات اللي بنحصل عليها؟ طب تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا لا. علم يعني ايه؟ علم يعني نظريات، علم يعني قواعد، علم يعني أسس، علم يعني قوانين، علم يعني أطر، اللي بنصل إليها من خلال البحث والدراسة. يبقى احنا بنعمل شوية بحث ودراسة وتجارب، بنصل إلى نظرية، نصل إلى قاعدة، نصل إلى قانون، إلى آخره. فمحصلة البحث والدراسة يتولد العلم. المعرفة عبارة عن محصلة معرفة الشخص طبعا، وبالتالي معرفة المنظمة بعد كده. معرفة الشخص عبارة عن ايه؟ محصلة لمجموعة من البيانات والمعلومات والآراء والأفكار اللي بتؤدي في النهاية إلى تحسين القدرة. فإذا كانت معرفة فردية يبقى قدرة ذاتية، إذا كانت معرفة للمنظمة يبقى قدرة للمنظمة. أما مصطلح المعلومات فمعناه إيه؟ معناه معالجة البيانات للحصول على معلومات تفيد في عملية اتخاذ القرار. يبقى لو جينا للحقيقة إيه العلاقة بين الثلاث مصطلحات دول؟ هنلاقي إن العلم مدخل للمعرفة، يبقى لا معرفة بدون علم.
وأيضا المعلومات عنصر من عناصر المعرفة. بس في فرق لما أقول إيه؟ علمت كذا وعرفت كذا. علمت كذا يبقى في معلومة. طب المعلومة دي فهمت منها إيه؟ يبقى ما تفهمه من المعلومة هو المعرفة. يعني مثلا نقول الكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، دي معلومة. بس لما نيجي نحقق في المعلومة دي ونفصصها طبقا لخبرتنا، نقول الله، ما الدوران ده هو اللي بيؤدي إلى الليل والنهار، ما الدوران ده هو اللي بيؤدي إلى فصول السنة. يبقى تحولت المعلومة المجردة إلى معرفة. فهمنا من إن الأرض بتدور فيحصل اللي إحنا قلناه ده. هو ده الفرق ما بين المعلومة والمعرفة. معلومة مجردة، أما المعرفة ما نفهمه من تلك المعلومة. يبقى إدارة المعرفة بقى، تعال نتحول إلى المنظمة. داخل المنظمة هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة. إدارة المعرفة عبارة عن مجموعة من الإيه؟ من الأنشطة. بس كل هذه الأنشطة منصب على المعرفة. فلو في نشاط لتحصيل المعرفة، أو نشاط لتخزين هذه المعرفة، أو نشاط لنقل هذه المعرفة، أو نشاط لتفسير هذه المعرفة، أو نشاط لتفسير هذه المعرفة، أو نشاط لتطبيق المعرفة، كل ده بيخش تحت بند إدارة المعرفة بشرط. إحنا بندير ليه؟ عشان نحقق نتائج معينة. يبقى إحنا بندير المعرفة عشان نحقق بيها نتائج. إيه النتائج اللي إحنا عايزين نوصل لها؟ زيادة قدرة المنظمة. يبقى إدارة المعرفة كمصطلح عبارة عن كل نشاط أو عملية أو ممارسة من شأنها خلق أو اكتساب أو تحصيل أو تصنيف أو تنظيم أو تخزين أو تبادل أو تطبيق كافة أنواع المعرفة أينما كانت، من أجل إيه؟ دعم الأداء والتعلم داخل المنظمة. ونخلي بالنا إن إدارة المعرفة دائما تتعامل مع البشر، وبتهتم بالتفكير النقدي والإبداع والابتكار والمهارات والمشاركة، وبالتالي هي بتدعم عملية التعلم الفردي والجماعي اللي بينصب بعد كده على المنظمة. يبقى من المفهوم ده أو التعريف ده بيوضح لنا العلاقة المتكاملة أو المترابطة ما بين إدارة المعرفة وتعلم المنظمة. النقطة اللي بعد كده، أنواع المعرفة. في معرفة صريحة وفي معرفة ضمنية. معرفة صريحة يعني معرفة واضحة متاحة يقدر يطلع عليها معظم الناس، أو اللي عايز يطلع عليها متاح إن هو يطلع عليها. فالمعرفة الصريحة عبارة عن إيه؟ عبارة عن المعرفة الرسمية المتمثلة في السجلات والمستندات والقواعد والبيانات وبنك المعلومات والكتب والوثائق وكل ما هو موجود داخل المنظمة، وبتستفيد منه في اتخاذ قرار أو في إنجاز عمل معين. هي دي المقصود بيها المعرفة الصريحة، ما تمتلك المنظمة من معارف موجودة في وثائق معينة زي السجلات أو قواعد البيانات أو الكتب أو الوثائق إلى آخره. كل هذه الأدوات اللي بتتيح هذه المعارف لكل من يريد استخدامها. أما المعرفة الضمنية
هي المعرفة اللي بيختزنها أصحابها في عقولهم، اللي هو بنسميه رأس المال البشري. ولم يعبروا عنها بأي صيغة من الصيغ، وهي تتعلق بمهاراتهم وأفكارهم وتصوراتهم وقدراتهم الفكرية وإبداعهم إلى آخره. فالمعرفة اللي موجودة في عقول البشر ملكهم، يبقى المعرفة الضمنية لا تمتلكها المنظمة، المعرفة الضمنية بيمتلكها الفرد، ولكن المنظمة بتستفيد من هذه المعرفة عن طريق تشغيل هذه العقول. يبقى في إدارتنا للمعرفة إزاي نحسن إدارة هذه المعارف الضمنية، ونقدر نستفيد بأكبر استفادة ممكنة من هذه المعارف الضمنية اللي موجودة في عقول العنصر البشري. مراحل إدارة المعرفة ببساطة شديدة كده وبالعامية، عايزين نجيب المعرفة وبعدين نخزنها عندنا عشان لما نحتاج ننقلها ننقلها، ولما نحتاج نطبقها نطبقها. يبقى كأن المعارف دي هي 4 مراحل بالظبط. اكتساب المعرفة، يبقى لازم يكون عارفين مصادر معينة نقدر نكتسب منها هذه المعارف، ثم نخزن هذه المعرفة لدينا عشان نقدر نستفيد منها ونستخدمها وقت ما احنا عايزين. يبقى لازم في أوعية للتخزين، حاجات نخزن فيها يعني هذه المعرفة زي الوثائق والخرائط، هنشوف بعد كده. ثم هنبقى محتاجين ننقل هذه المعرفة من إلى، من طرف إلى طرف آخر. يبقى احنا محتاجين أدوات نستخدمها لنقل هذه المعارف، ثم هيجي وقت نطبق هذه المعارف عشان نستفيد ونستخرج نتائج معينة نحصل عليها من تطبيق هذه المعارف. تعالوا نشوف ال4 مراحل بتوع إدارة المعرفة تفصيليا شوية. أول مرحلة اكتساب المعرفة، وبيقصد باكتسابها يعني الحصول عليها من مصادرها المختلفة. المصادر دي قد تكون مجموعة خبراء متخصصين في أشياء معينة، منافسين، عملاء، قواعد بيانات، بنك معلومات، أرشيف المنظمة، سجلاتها، وثائقها، خرائطها، أيا كان. وكل منظمة هتقدر تستخدم الطرق اللي تتناسب مع طبيعتها وطبيعة العمل بتاعها، وأيضا تقدر إنها تستفيد من المصدر الأساسي للمعرفة الضمنية، وهم الأفراد البشر. تمام. وكمان بنقول إن الطرق اللي هتستخدمها المنظمة دي هتبقى متوافقة مع ثقافتها، يعني نقدر نقول كده في منظمة تقدر تسرق المعارف، والله على حسب القيم بتاعتها وثقافتها، لو هي قيمها تسمح بده فممكن تحصل على المعارف بطرق غير مشروعة، لكن احنا ما بنتكلمش في هذه الطرق. المرحلة الثانية تخزين هذه المعارف. وقلنا التخزين محتاج أوعية معينة، من هنا بتيجي دور تكنولوجيا المعلومات اللي احنا بنقدر من خلالها دلوقتي نقدر نخزن هذه المعارف تخزين داخل الحاسبات الآلية في ملفات تمام معينة، بتسهل علينا حفظ كم كبير من المعارف في وسائط صغيرة غير المستندات والملفات الورقية اللي كانت بتبقى كتير جدا. فتقلص أو تقليص العمل الورقي مهم جدا في إدارة المعرفة. يبقى تخزين المعرفة بيتم من خلال طرق، أهمها إن كل فرد داخل المنظمة بيسجل كل ما يحدث، وأي معلومة جديدة بيحصل عليها بيخزنها في مكان معين معروف، ملف
فايل معين بيخزن على الحاسب بتاعه هذه المعلومات، او على سيديهات او على فلاشات، ايا كان الوسيط اللي بيستخدمه. قيام شخص متخصص بجمع هذه المعلومات وتخزينها بدقة بعد تصنيفها وتوزيعها على فئات معينة او عناصر او موضوعات معينة. قيام كل فرد من افراد المنظمة بتقديم المعرفة الموجودة عنده، اللي هي المعرفة الضمنية، الى من يحتاجها، سواء كانوا اشخاص اخرين او ادارات اخرى. بنجمع المعلومات بطريقة منظمة وإيجابية، وبنحللها وبنقصيها وبنعالجها، وبعدين بنخزنها في صورة تسمح بأفضل استخدام لهذه المعلومات وهذه المعرفة. المرحلة الثالثة عملية نقل المعرفة، وقلنا النقل محتاج إلى أدوات وآليات معينة نقدر من خلالها ننقل هذه المعارف، سواء كانت هذه الأدوات تقارير أو رسائل أو مؤتمرات أو منشورات أو دفاتر أو سجلات أو كتب أو محادثات أو مناقشات أو اجتماعات، أيا كان الأسلوب أو الطريقة اللي بنقدر ننقل بيها هذه المعرفة، سواء كانت طرق رسمية أو طرق غير رسمية، زي الروتيشن اللي بنعمله للموظفين، فبننقل معارف إلى الموظف في وظيفة أخرى، وكمان هو بينقل معارفه الى الوسط اللي هو منقول اليه، وهكذا. المرحلة الرابعة في مراحل ادارة المعرفة تطبيق المعرفة، ويعتبر تطبيق المعرفة ده الهدف الاساسي والنهائي بتاع ادارة المعرفة. لكن عشان نقدر نطبق المعرفة بطريقة سهلة ونحصل عليها بطريقة سهلة، فلازم نصنفها ونفهرسها ونبوبها عشان نقدر ان احنا نصل اليها بكل سهولة عند طلب استخدامها او طلب تطبيق. فاسترجاع المعرفة بتمكن المنظمة من الوصول اليها بالطرق السهلة في اقل وقت وباقل مجهود، ولكن بعد تنقيتها من اي تكرارات او اي معلومات ما هياش ابديتنج او معلومات متقدمة. ده المقصود بتطبيق المعرفة كمرحلة اخيرة من مراحل ادارة المعرفة. النقطة الثانية ابعاد ادارة المعرفة. احنا عندنا اربع ابعاد للمعرفة: بعد تكنولوجي، بعد تنظيمي، بعد اجتماعي، بعد ثقافي. تكنولوجي اكيد المقصود بيها تكنولوجيا المعلومات، بمعنى ان احنا بقى عندنا ادوات دلوقتي واليات نقدر ان احنا نستخدمها في ادارة المعرفة. بعد تنظيمي يعني ازاي ننظم هذه المعارف، نصنفها ونفهرسها حسب احتياجاتنا عشان تبقى عندنا خريطة معرفية سهلة التطبيق. بعد اجتماعي لان كل المعارف مرتبطة بالفرد. بعد ثقافي ان المعرفة عندنا وادارتها بتحتاج الى قيم معينة وثقافة معينة، اللي هي ثقافة المنظمات المتعلمة. طب تعالوا نشوف كل بعد من هذه الابعاد بالتفصيل شوية. البعد التكنولوجي اللي هي تكنولوجيا المعلومات، يعني بيقول الكم الهائل من المعلومات والمعارف المتوفرة دلوقتي لدى المنظمات ما بنقدرش ان احنا نحفظها ونسترجعها بالطرق التقليدية، وبالتالي الامر احتاج الى تكنولوجي معين، نظام الكتروني معين، حاسبات آلية، عشان نقدر ان احنا نخزن ونستخدم ونسترجع كل هذه المعارف والمعلومات بطريقة سهلة. البعد التنظيمي تنظيم المعرفة، نصنفها نفهرسها بحيث ان عملية نقلها وعملية استخدامها تبقى سهلة. يبقى هذا البعد
بيعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها وإدارتها وتخزينها ونشرها وتطويرها وزيادتها وإعادة استخدامها من خلال تجديد الطرق والإجراءات والتسهيلات والوسائل المساعدة والعمليات اللازمة لإدارة المعرفة بصورة فعالة. تصنيف، فهرسة، خريطة معرفية معروفة، سهولة نقل، سهولة استرجاع إلى آخره. ده البعد التنظيمي. البعد الاجتماعي، قلنا إن المعرفة مرتبطة بالفرد. الفرد هو اللي بيقدر يحصل على المعرفة. الفرد هو اللي عنده كم من المعارف نقدر نستفيد منها. عندنا صناع للمعرفة، وعندنا فريق للمعرفة. فكل المعارف مرتبطة بالأفراد. من هنا جه البعد الاجتماعي. هذا البعد بيركز على الأفراد وكيفية بناء جماعات من صناع المعرفة وتأسيس مجتمع معرفي قائم على الإبداع، والعنصر البشري يكون قادر ومدرب على استخدام كل الإمكانات والأدوات والآليات التكنولوجية المتاحة عشان يقدر يوظفها في إدارة هذه المعرفة. ده المقصود بالبعد الاجتماعي. أما البعد الثقافي، تعتبر الثقافة التنظيمية من العوامل المؤثرة في مدى نجاح أو فشل إدارة المعرفة. ليه؟ لأن لازم يكون من ضمن قيم المنظمة تفهمها لطبيعة المنظمة المتعلمة ورغبتها في التعلم، وبالتالي تهتم بكل العناصر الأساسية في إدارة المعرفة والتعامل مع المعرفة. دول الأربع أبعاد الأساسية لإدارة المعرفة. طب تعالوا نشوف إيه متطلبات تطبيق إدارة المعرفة. برضك المتطلبات هترتبط بالأبعاد، فهنلاقي عندنا البعد التنظيمي هنحوله إلى هياكل تنظيمي، والبعد الثقافي يعني ثقافة تنظيمية، والبعد التكنولوجي يعني تكنولوجيا المعلومات. من ضمن البعد التنظيمي أيضا قيادة المعرفة أو قيادة الأفراد صناع المعرفة أو فريق المعرفة. فمتطلبات التطبيق مرتبطة بالأبعاد بتاعة المعرفة. فسؤالنا هنا، هل إدارة المعرفة بتحتاج إلى شكل تنظيم معين؟ الإجابة نعم. تحتاج إلى قيم وثقافات معينة؟ الإجابة نعم. تحتاج إلى تكنولوجيا المعلومات؟ الإجابة نعم. تحتاج إلى قيادة مختلفة؟ الإجابة نعم. تعالوا نشوف نعم دي معناها إيه. الهياكل التنظيمية، احنا عندنا هياكل تنظيمية هرمية وشبكية ومفلطحة وفرق عمل، اشكال كتير. ادارة المعرفة بتتناسب مع الهياكل التنظيمية السهلة. يعني ايه السهلة؟ يعني اللي مستوياتها الادارية قليلة. فادارة المعرفة بتبقى صعبة جدا في التنظيمات الهرمية اللي هي فيها تعدد كبير للمستويات الإدارية. من هنا كانت الهياكل المفلطحة اللي هي قلة عدد مستوياتها، والهياكل الشبكية اللي بتعتمد على مركز يتعامل مع فروع، والهياكل التنظيمية الخاصة بفرق العمل، هي دي اللي بتتناسب مع مفهوم إدارة المعرفة. يبقى الهياكل التنظيمية الأكثر علاقة لإدارة المعرفة هي تلك الهياكل اللي بتتسم بالمرونة والتكيف وسهولة الاتصال. يبقى احنا عايزين شكل تنظيمي يبقى مرن وفي سهولة في الاتصال. الميزتين دول مش هيتوفروا في الهياكل الهرمية، بيتوفروا في الهياكل المفلطحة أو الهياكل الشبكية. الثقافة التنظيمية، قلنا لازم يكون من قيم المنظمة مبدأ الاستمرار في التعلم والمعرفة. من هذه القيمة بتهتم ثقافة المنظمة بإدارة المعرفة.
العنصر الثالث القيادة في إدارة المعرفة. هنا لازم يكون عندنا قيادة، مدير قائد وليس مدير رئيس أو مدير غير قائد، له سمات معينة يقدر يؤثر في الآخرين، عنده رؤية، عنده مقومات وسمات شخصية يقدر ان هو ينقل المعارف من خلالها إلى الأفراد ويخلق فيهم عملية ثقافة المعرفة والتعلم، وبالتالي بنقول لا، دي القيادة لها دور فعال في إدارة المعرفة لأنها بتحتاج إلى نمط معين من الأنماط القيادية اللي بتتصف زي ما قلنا قدرتها على شرح الرؤية، يبقى لازم يكون لها رؤية الأول، وأن يكون القائد قدوة للعاملين، وأن يكون قادر على ربط هذه الرؤية بإطار استراتيجية المنظمة أو عمل المنظمة. المتطلب الرابع تكنولوجيا المعلومات. قلنا مش هنقدر نتعامل مع الكم الهائل من المعارف والمعلومات عن طريق الأدوات التقليدية، وبالتالي لابد أن يكون هناك متوفر أدوات وآليات تكنولوجية أو إلكترونية أو حاسبية عشان نقدر نتعامل مع هذا الكم من المعارف. آخر نقطة عندنا في الجزء ده مراجعة القدرات المعرفية بالمنظمة، يعني إزاي نعمل أبديتنج للمعارف اللي موجودة داخل المنظمة عشان تبقى منظمة متعلمة. يعني إيه؟ يعني في كيرف طالع للتعلم، كل يوم لازم يبقى عندنا معرفة جديدة أو معلومة جديدة نقدر نستفيد منها في تقدم المنظمة أو رفع قيمة المنظمة أو حل مشكلات اللي بتظهر في المنظمة. بإدارة المعرفة وعلاقتها بالمنظمة المتعلمة في الإدارة الاستراتيجية.